بعد المحمر والمشمر طول شهر رمضان تيجي قصتنا مع الكحك، كحك العيد كل سنة وانتم طيبين، اللي بيبتدي من مصر القديمة مروراً بالعصر الأموي والعباسي والإخشيدي والفاطمي. إيه قصة الكحك؟ وإيه الحاجات اللي كانت بتحش بيها؟ خلينا نعرف القصة دي من حكاية أكل. إيه بقى قصة الكحك؟ الكحك ابتدى من هنا، من مصر، من مصر القديمة تحديداً. المصريين القدماء كانوا بيحبوا الكحك بشكل كبير جدا، لدرجة ان هما كانوا بيرسموه على المعابد والمقابر بتاعتهم. كان بيتعمل على شكل قرص من العجين شبه قرص الشمس اللي كان ليه قداسة كبيرة جدا عند المصريين القدماء. كانوا المصريين بيقدموه كقرابين للمعبودات بتاعتهم، وكانوا بيرسموه على جدران المقابر بتاعتهم كمواد بيستخدموها كقربان للمتوفى لما يظهر بعد كده في العالم الآخر. أما عن رحلة صناعة وتطور الكحك، عندنا رحلة طويلة خلال العصور الوسطى في مصر. يعني مثلا أيام الدولة الطولونية كان بيتعمل قوالب لعمل الكحك، بعض منها كان بيتنقش عليه كلمة كل وشكر. أما في العصر الأخشيدي عندنا الوزير أبو بكر المدرالي كان بيعمل الكحك وكان بيحشيه أجزاء من الذهب. نفس الحركة كان بيعملها شيخ الإسلام الليث بن سعد، كان بيوزع الكحك على أصحابه وحبايبه محشي ذهب، وكان منهم شيخ الإسلام الإمام مالك بن أنس. أما في العصر الفاطمي فكان الخليفة الفاطمي بيخصص حوالي 20,000 دينار من الذهب لتصنيع الكحك، لدرجة إن هو أنشأ دار مخصوصة سماها دار الفطرة في الباب الأخضر عند مقام سيدنا الحسين، وكان من مهمها صناعة وتوزيع الكحك على المصريين بالمجان. وكان بيتم تصنيع الكحك بداية من شهر رجب لحد العيد الصغير، وكان بيتم تبادل الكحك بين الناس وبينهم زي العادة اللي احنا بنعملها لحد النهارده. أما عن تسمية الكحك فده بنعرفه من خلال التسمية القبطية كاك أو كيك، وده بيدل قد إيه إن الكحك ده صناعة مصرية أصيلة. الكلمة اللي اتحرفت وبقت كحك أو كعك واتنقلت بعد كده للإنجليزي كلمة كيك. ويأتي السؤال، بتحبوا كحك سادة ولا بملبن؟ بسكر ولا بعجوة؟ وكل سنة وأنتم طيبين.